بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، بتاريخ 5/12/2019 نشر موقع نيو ساينتست الأمريكي الشهير بحثا غريبا من نوعه. يقول فيه العلماء إنها المرة الأولى التي نستطيع أن نكتشف ونسجل فيها صرخات النبات في المواقف المؤلمة. يقولون أيها الأحبة النبات له عاطفة ويتألم، فعندما تقوم بإحراق النبات أو إيذائه أو قصه أو إيذائه برائحة كيميائية أو بأي مؤثرات أخرى، فإنه يطلق ترددات صوتية وإشارات كهربائية مترافقة بإشارات كهربائية نحن لا نسمعها ولا نراها، ولكن الأجهزة الدقيقة جدا تقيس هذه الإشارات أو الترددات أو الذبذبات الصوتية. فقالوا بالحرف الواحد النبات يمكن أن يتألم ويمكن أن يصرخ ويمكن أن يهدأ ويمكن أن يفرح في مواضع أخرى. سبحان الله، إذا نحن أمام كائن حي مثل الإنسان هو النبات. أنا أردت من خلال هذه الدراسة أن أخذكم إلى معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، عندما كان يخطب إلى نخلة أو جذع نخلة عفوا، وعندما تركه وصنعوا له منبرا ووقف يخطب على المنبر، سمع الصحابة الكرام صراخا وأنينا لجذع النخلة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره وضم هذا الجذع حتى إنه بدأ يعني يسكن ويهدأ مثل الصبي، مثل الطفل. سبحان الله. والله أيها الأحبة، عندما نقرأ هذه الدراسات العلمية ونقرأ أن النبات له إحساس ويمكن أن يصدر صرخات ويمكن أن يتألم، وهذه دراسة يقينية أيها الأحبة، منشورة حديثا ومعروفة ومؤكدة، طيب حبيبنا عليه الصلاة والسلام كيف أحس وشعر بهذا النبات؟ ولماذا نزل وعانق هذا النبات حتى سكن؟ إذن هذا النبي الكريم لم يرسله الله فقط رحمة لنا، بل حتى للنبات. لذلك قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة، لم يقل للبشر، لم يقل للمؤمنين، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى الملحد النبي هو رحمة له إذا طبق تعاليم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.